شاهد معي هذا الانفجار الهائل الذي يحدث داخل البحر ليشكل جزيرة جديدة. دعوني أتأمل معكم هذا المشهد الذي يشهد بعظمة الخالق تبارك وتعالى. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، نرى البحر هادئ جدا، ولكن داخل هذا البحر هناك أمواج، هناك تسونامي، هناك انفجارات. هذه هي أعماق المحيط. تخرج من هنا أيها الأحبة حمى منصهرة تتبرد لتشكل هذا الشكل، ولكن هذه الحمم المنصهرة تبلغ درجة حرارتها أكثر من 1000 درجة مئوية وتتفاعل مع الماء. هذا التفاعل العنيف أيها الأحبة للنار والماء يمتزجان معا فيشكلان انفجارا هائلا كما سنرى هنا. الانفجار يبدأ في أعماق المحيط، ثم هذا الدخان يخرج إلى السطح، وهذه الحمم المنصهرة حقيقة عندما تمتزج مع الماء تشكل مزيجا منفجرا كما نرى أمامنا. هنا نرى البحر ينفجر، سبحان الله، انفجار في البحر طبيعي. هذا الانفجار طبعا كما نرى أمامنا ملايين الأطنان يقذف مواد وكبريت وحمم حارقة ودخان وبخار ماء وغير ذلك، وتتشكل لدينا هنا ما يسمى بالجزيرة البركانية، مثل جزر هاواي تشكلت بهذه الطريقة. هذه هي الجزر البركانية، سبحان الله، حمم منصهرة كثيرة تخرج من باطن الأرض ثم تصل إلى السطح كما نرى أمامنا هنا. هذا دخان يتفاعل هنا، أولا يبدأ الانفجار تحت في أعماق المحيط ثم نراه على السطح. هذا فوق سطح الماء نتيجة درجات الحرارة الهائلة للحمم المنصهرة عندما تصطدم وتمتزج مع ماء البحر. سبحان الله، يحدث هذا الانفجار. وهنا أنا طبعا أود أن أتذكر آية معكم، لأن هناك الحقيقة القرآن أخي الحبيب يصور لك كل شيء. من عظمة القرآن أنه يصور لك الأمور وكأنك تراها. وإذا البحار فجرت، متى سيحدث هذا؟ يوم القيامة. ما هو الدليل هذا المشهد؟ من لم يصدق أن البحر يمكن أن ينفجر شاهد هذا المشهد. هذه الصور حقيقية مرعبة حقيقة لانفجار البحر. ماء البحر ينفجر بسبب الحرارة الزائدة للحمم المنصهرة التي تخرج من قاع البحر أصلا. طيب، بالنسبة للملحد لا يصدق أن البحار ستنفجر. طيب، من الذي أعلم نبينا عليه الصلاة والسلام وهو النبي الأمي الذي يعيش في الصحراء لم يركب البحر ولا مرة في حياته باعتراف أعداء الإسلام؟ من أعلمه بإمكانية تفجير البحار ليقول لنا وإذا البحار فجرت؟ وهناك سورة ثانية قبلها أيضا، سورة التكوير، ماذا يقول فيها الله عز وجل؟ يقول فيها وإذا البحار سجرت. طيب، ما الفرق بين سجرت وفجرت؟ سجرت، سنشاهد أيها الأحبة التسجير، هذا هو التسجير. انظر معي، الانفجار على السطح يبدأ هنا في الأعماق. عندما تخرج هذه النيران من داخل من قاع المحيط وتتفاعل مع ماء البحر، هنا لا تحدث إلا انفجارات محدودة بسبب الضغط الهائل للماء. الضغط هنا هائل جدا، مئات أضعاف الضغط الجوي، ضغط مرعب حقيقة يمنع حدوث مثل هذا الانفجار. لكن هذا البحر المسجور هنا، ما معنى السجر؟ أي أحمى، ثم في النار يسجرون أي يحرقون، سجر يعني أحرق. فالبحر المحترق نراه أمامنا، هذا يحدث على عمق
3000 إلى 10000 متر تحت سطح الماء. انظر معي أخي الحبيب، هذا هو البحر المسجور. وإذا البحار سجرت، إذن القضية تبدأ بالتسجير أو الإحماء، ثم يحدث الانفجار. وهذه قاعدة كيميائية معروفة في علم الاحتراق، يعني لدينا في أي ظاهرة يحدث فيها انفجار يبدأ بالاشتعال أولا. لذلك نجد أن سورة التكوير وإذا البحار سجرت، اشتعلت يعني أحرقت، تسبق يعني جاءت أولا، ثم تأتي سورة الانفطار وإذا البحار فجرت. يعني حتى ترتيب السور يراعي المراحل الكيميائية، العمليات الكيميائية لعمليات الانفجار، تبدأ بالاشتعال ثم بالانفجار. إذن وإذا البحار سجرت هنا، ثم في السورة التالية الله تعالى يقول وإذا البحار ماذا في سورة الانفطار بعدها مباشرة، وإذا البحار فجرت. يعني سبحان الله، حتى التسلسل العلمي القرآن يراعيه من خلال تسلسل سور القرآن العظيم. طيب، ظاهرة انفجار البحار أيها الأحبة استطعنا أن نراها اليوم، وهذا الفيديو دليل على ذلك، ولله الحمد أن الذي صور هذا الفيديو ونشره ليسوا مسلمين بل هم غير مسلمين ليكون حجة عليهم. والذي صور فيديو تسجير البحر أيضا غير مسلمين. إذن اليوم استطعنا أن نرى البحار وهي تسجر، واستطعنا أن نرى البحر وهو يفجر. وهذا صورة مصغرة جدا من صور يوم القيامة، حيث عندما تشتعل البحار الله تعالى يقول وأخرجت الأرض أثقالها. طب أثقالها، هناك حمم منصهرة تخرج، فعندما تخرج هذه الحمم ما الذي يحدث؟ تختلط مع ماء البحر فيسجر أولا، وإذا البحار سجرت، ثم بعد فترة يحدث الانفجار بسبب امتزاج الماء مع النار، مزيج شديد الانفجار، وإذا البحار فجرت. سبحان الله، بالله عليكم، يعني أنا أريد أن أسأل أي إنسان عاقل، هل يمكن لنبي أمي عليه الصلاة والسلام، وأنتم أيها الملحدون تتهمونه بأنه كان يحب النساء وكان يحب الحروب ويحب العنف، هل يستطيع أن يتدخل ويتحدث بهذه القضايا العلمية الدقيقة جدا التي نحن اليوم حتى اكتشفناها كبشر أو كاكتشافات علمية؟ طبعا هذا يدل، هذا دليل واضح أنه رسول من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن أخي الحبيب، هنا هذا الانفجار الذي نراه ماذا يشكل؟ سوف يشكل جزيرة بركانية. سوف نرى بعد قليل كيف تتشكل هذه الجزيرة البركانية بعد هذا الانفجار. انظر معي هنا، هنا بدايات التشكل هذه الجزيرة البركانية. انظر معي، سبحان الله ما الذي يحدث هنا. أيضا هذا الانفجار نراه من بعيد، إذا نظرنا انظر، سبحان الله، يعني الشيء مرعب والله. إن هذا المشهد يشهد على قدرة الخالق سبحانه وتعالى. انظر أخي الحبيب، دعني أعيد هذا المشهد الجميل، كيف تمتزج هنا الماء مع النار تحت في الأعماق، فقوة الانفجار تخرج للسطح، قوة الانفجار هذا نراها تخرج إلى السطح على شكل انفجار عنيف جدا كما نرى أمامنا هنا. مثل هذه الانفجارات موجودة عبر ملايين السنين، وهي التي تساهم في تشكل ما يسمى بالجزر البركانية. تتشكل بعدها لأن الحمم المنصهرة هذه تكون درجة حرارتها مرتفعة جدا، ثم تتحول إلى أجسام باردة، وبالتالي تتحول إلى جزيرة هنا كما نرى أمامنا.
هنا أحبتي في الله، هذه جزيرة تشكلت حديثا وتم تصويرها وتم مشاهدة كيف تخلق هذه الجزر، كيف تخلق أراضي جديدة. سبحان الله، إن ربك هو الخلاق العليم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.